Aujourd'hui, je suis prête. اليوم أنا مستعدة، لهذا أعلن مع كل القوة المحبة التي تحيط بي وبكل تواضع وبوعي تام بجدية اللحظة، وحتى أصنع من آمالنا واقعاً، أعلن قراري أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية. قالت لن تترشح ثم ترشحت. أني دالجو تحلم بالإليزي. طموح عمدة باريس هو طموح الفتاة الإسبانية الأصول في رؤية الأجمل في الجمهورية يتحقق. الحق في الحلم. أعزائي، أريد أن يكون لكل أطفال فرنسا نفس الفرصة التي حظيت بها أنا. أنا مرشحة لأمنح مستقبلا لأطفالنا، لكل أطفالنا. قبل عقد أو اثنين لم يكن أحد ليتوقع إعلان آني دالجو، فرنسية في سن 14، اشتراكية في ربيعها 30، ومسار سياسي طويل في ظل رجل اسمه بيرتران دولانوي. لديها شخصية جريئة، لديها سلطة قوية، لكنها دائما لطيفة، لذلك فهي أفضل مني. امرأة الظل انتزعت ولايتين على رأس باريس، قصة حروب وتحالفات صعبة لانتزاع مساحة أكبر للدراجات أو لتوسيع مجال السكن الاجتماعي. وإن حققت التوافق حول تدبير العاصمة مرتين، فللعبة الوطنية حسابات أخرى، حقائق اجتماعية متباينة بين المركز والجهات، وتحالفات مستحيلة داخل أسرة اليسار. آني دالجو من دعاة حماية البيئة، وليس للخضر احتكار الدفاع عن البيئة. علينا أن نخلق التجمع، وأتمنى أن يكون كبيرا. للخضر رأي مختلف واسم امرأة أخرى، ديلفين باتو. نعم، أنا مرشحة من بين مرشحين آخرين بين الخضر، لأن حماية الفرنسيين من التغيرات المناخية وآثار تدمير الطبيعة أصبح مسألة أمن وطني تفرض علينا استخلاص كل العواقب وإيجاد إيكولوجيا أخرى. dont il faut tirer toutes les conséquences et qui implique à mes yeux une autre écologie. هل تجد آني دالجو مكانا في سباق يسار مشتت بين نفوذ الخضر المتصاعد وغرور ميلانشون؟ عمدة باريس تنطلق في رحلة البحث عن أفكار خارج الأسرة وعن أنصار بعيدا عن بلدية العاصمة. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.